كورونا فيروس هاي بسبب البانديميك احنا نزلناها للثالث وللرابع وللخامس وللسادس، بس هي بالحقيقة احنا كنا ننطيها للرابع، وبسبب البانديميك اللي صارت all over the world وخاصة ان الشعب العراقي انصاب بها اصابة قوية، فقررنا ان ننطيها لكل المراحل للثالث للرابع للخامس للسادس. وهي محاضرة مهمة يا شباب، يعني انتم ما مسمح لكم ما تعرفون، لازم تعرفون كل شيء عنها، يعني you know everything about it. الكورونا فيروس هي بالاصل not a human virus، هو بالاصل animal virus. كان يصيب الانيمال ويسوي acute gastroenteritis، لكن الكورونا فيروس اتطورت بحيث صابت الريسك ماله كان هو انه تكوز ريسبيراتوري فيلير. صوت واضح يا شباب لو مو واضح؟ يقطع دقيقة، خل شوية، خل دقيقة، خل نشوف شلون نحلها. تمام، اوكي. فبعدين تطور الكورونا فيروس من إصابة الانيمال اللي يسوي acute gastroenteritis in animal، تطورت الى سارس كوفيد 1. وهذا السارس 1 اللي صاب اليابان وشمال شرق آسيا، وطبعا كان يسوي acute respiratory failure، وعندنا some patient died from this virus. بعدين تطور الفيروس وبدأ يصيب الكاملز in سعودية أرابيا، يعني بالسعودية العربية قام يصيب الجمال، وعندهم هم هابت انه هم يستخدمون اليورين مال الكامل يغسلون به على اعتبار انه هو يشافي من الأمراض. بدأ يصيب عندهم الريسبيراتوري فيلير، فلقوا الريسبيراتوري فيلير اللي يصيب السعوديين يختلف عن الريسبيراتوري فيلير اللي يصيب اليابان وشمال شرق اسيا، فسموه ميرس اللي هي ميدل ايست ريسبيراتوري فيلير او ميدل ايست ريسبيراتوري ديزيز وميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم. هذا ينتقل من الكاملز الى الهيومن. بعدين تطور الكورونا فيروس وبدت تصيب الهيومن وسوت بانديميك all over the world، وبالبداية صابت مدينة ووهان الصينية، انتم هاي كلكم عشتوها، ومن صابت ووهان سموه ووهان كورونا فيروس. بعدين بدأ يصيب أوروبا وسموه تطور اسمه إلى novel COVID-19. بعدين بدأ يصيب كل العالم وسموه SARS COVID-2 أو COVID-19. وبعدين طلعت من الكوفيد 19 اللي بالاخير تطور او سارس كوفيد او سارس 2، لقوا ماني سب تايبس، كانت اربعه مين سب تايبس اللي هي الالفا بيتا جاما اندلتا، وكانت اشرسهن اللي انصابوا به العراقيين هي الالفا والدلتا اللي كان وقعها على المجتمع العراقي جدا شرس. وحاليا ظهرت عندنا الاوميكرون سترين، وهذا الأوميكرون سترين اللي هو ديليوتد تايب اوف كوفيد 19، وهذا الديليوتد تايب اوف كوفيد 19 كأنه فاكسين
اللي انصاب به المجتمع العراقي لحد الآن هو موجود لكن بنسبة قليلة، ولقينا انه very simple and mild، وهو كأنه يشبه الناتشرال فاكسين. هسه نجي إلى شنو هو الكورونا فيروس، virological point of view. next slide طه. على الصورة طه. next yes. الكوفيد 19 أو الكورونا فيروس هو سيفيريكال فيروس، يشبه الفيروس، هو يشبه ماني فيروسز، يحتوي على الباي ليبيد لاير، يعني هاي الاكسترنال لاير هي باي ليبيد دبل ليبيد لاير، وهاي الباي ليبيد لاير تحتوي على انفلوب، اذا الكورونا فيروس هو انفلوب فيروس، ويحتوي على سنجل ستراندد ار ان اي، يحتوي ويا السنجل ستراندد ار ان اي الانزيمز، لهذا الانزيمز والسنجل ستراندد ار ان اي نسميها كابسيد اوف ذا فيروس، وبالاخير بالاكسترنال باي ليبيد لاير عندنا الجلايكوبروتين. الجلايكوبروتين تشوفون هاي الخضره الكبيره اللي هي الاس ان تي جين اللي هي السبايكس، فنسميها جلايكو سبايكس جلايكوبروتين او اس بروتين، والحمراء الصغيره بين الخضروات الاثنين نسميها احنا هنا هيموجلوتينين استرايز، وهذا الهيموجلوتينين استرايز ويا السبايك اس بروتين هنا اللي يصير بيها جين شيفت اند درفت، لهذا تظهر عده ميوتيشن بالفيروسز، هذا الميوتيشن بالفيروسز هو اللي يسوي الفيرال تشينجز. اذا احنا عندنا الكورونا فيروس هو انفلوب فيروس سيفيريكال فيروس، يحتوي على باي ليبيد لاير، والباي ليبيد لاير يحتوي على ماني جلايكوبروتين اللي هو الاس بروتين او السبايك بروتين وهليموجلوتونين استرايز بروتين، وداخل الليبيد لاير عندنا ممبرين بروتين نسميه ام بروتين او بروتين ام. هنا بالكابسيد نيوكلياس يحتوي على الفيرال انزيمز اند سنجل ستراندد ار ان اي. اوكي، واتس ذا باثوفيزيولوجي اوف كورونا فيروس؟ هاو كورونا فيروس كوز انفكشن تو هيومن؟ نكست سلايد طه. كورونا فيروس هذا تشوفوه بالالكترون مايكروسكوب كانه بسامير لازقه في اللينة، لهذا نسميها كورك فيروس، يعني سبايك بروتين او سكرو، يعني تشبه البراغي او تشبه البسامير. هذا الصوره مالته بالالكترون مايكروسكوب، الانجليز يحبون التشبيه، يعني ذاك يشوفون مثلا بتر اند تشيز، يعني مثل الخبز والجبن، هم عندهم هيك مواصفات، كورك سكرو يشبه البراغي او البسمار بالفلينه، حتى هم هيك يحبون، فطبعا تنزل بكتبهم وتصير عالميه. نيكست. How it transmitted from to human. Either it transmitted by breathing، يعني مثلا واحد مصاب بالكورونا فيروس كوفيد 19 او سارس 1 او ميرسا، اذا هو مصاب راح يصيب هو الابر ريسبيراتوري سيستم بريدومينانتلي، ممكن يصيب الاذر سيستمز لكن البريدومينانت هو الريسبيراتوري. فاذا كان هو دا يحكي وانت قريب عليه على مسافه متر للترانسميشن ممكن يو جيت انفكشن. إذا 1 متر ديستانس فروم سبيتش كان جيت انفكشن. بالكافينج 2 متر انفكشن. ان سنيزنج 3 متر كان جيت انفكشن. لهذا احنا بمرحلة كوفيد من كنا نشوف المريض كنا نخلي ديستانس 3 متر بيننا وبين المريض، لأن ممكن إذا كف 2 متر
يصير انفكشن، واذا سنيز 3 متر كان وي جيت انفكشن. لهذا احنا بمرحله كوفيد كنا نخلي الديستانس بيننا وبين المريض هي سيف ديستانس 3 متر، ودائما كنا نفحص المريض بوستيريرلي، يعني نجي من الباك ما نجي انتيرير، نفحص المريض بوستيريرلي، وي كيم فروم هيم بوستيريرلي ان اكزامين هيم، حتى ما نصير دايركت كونتاكت ويا البيشنت. زملائنا بالبدايه ما اخذوا البريكوشن المطلوب، وكان الديستانس اقل من 3 متر، لذلك احنا فقدنا كثير من الاطباء، خاصه من الاطباء الكبار اللي ما كانوا متخيلين، يعني بالسبيشاليتيز الثانيه بالسيرجري بالروماتولوجي اللي ما كانوا ياخذون البريكوشن، يعني مو مثلنا وفاهمين البريكوشن. وهو كله الحفظ من الله سبحانه وتعالى، لكن وهو كله قدر، قدر الله سبحانه وتعالى، لكن احنا ناخذ بالاسباب، الاسباب انه انت تفهم انه السبيتش كان جيت انفكشن. انت لازم تفهم انه السبيتش 1 متر كان جيت انفكشن، الكافنج 2 متر، السنيزنج 3 متر. زين، اذا واحد يغني ايش قد المسافه تصورون؟ 1 متر لو 2 متر 3 متر، من يقدر يجاوبني؟ 3 متر. فيري جود. السينجينج الغناء يشبه السنيزنج، لذلك هاي اللي مو على البال، مو على البال، هاي هم اجتنا صفح. يعني مثلا واحد دا يقول انا ايش بدري انا دكتور، كنا عرس وهذا دا يغني ومصاب وانصابينا، احنا شفنا اشكال الوان بفتره كوفيد، فاحنا لازم نعرف انه هاي الاشياء مو على البال، مثلا واحد دا يغني، هاي هم لازم ناخذها ان كونسيدريشن. الفيروس يعيش 90 دقيقه على الاوبجكت، يعني مثلا هو بالمستشفى كاف او طرح سبيوتم على الاوبجكت، والاوبجكت جيت احنا لزمناها بالايد وبعدين صارت الهاند على الماوث او على النوز من غير ما ننتبه، ورا 90 دقيقه مايت جيت انفكشن. كذلك بالكونتامينيتد انفكتر ماتيريال، يعني مثلا انتم اريد تنتبهون على نقطه، دائما العراقيين من يراجعون المراكز الطبيه يطب المريض او خاصه المريضات الفيميل شايلين كلينس بيدهم، من يطب للاستشاريه تلقي معظم المريضات خاصه الاولد ايج شايلين كلينس، قطعه كلينكس بالايد، هذول شبعانين بيها كاف واكسبكتوريشن، بعدين من يوصل يم الطبيب يذبها بالقاع او يخليها على السديه، هاي سورس اوف انفكشن. لذلك الكونتامينيتد انفكتد ماتيريال هم ماتين جات ترانسميشن of infection، لكن after 90 minutes. طبعا الكوفيد كان affect الgastroenteritis، لذلك الفيسز if carry the virus can get infection، لكن طبعا high rare. ليش؟ لأن الأوروفيكال transmission قليل. إذا this is the mode of a transmission of the virus. Next طه. How the pathophysiology or pathobiology of infection? COVID-19 or coronavirus infect respiratory cells or anybody cells which has angiotensin converting enzyme receptor. وين موجود الانجيوتنسين converting enzyme receptor؟ من يعرف يا شباب؟ ACE receptor وين موجود بالبدي؟ باللانجز وبالرسبيراتوري سيستم كله. وبعد اي عمران؟ بعد وين عمران؟ اشتغل بالنيموسايت تايب 2. نيموسايت تايب بعد؟ تفضل بلال. بالكدنيز بعد ريد بلاد سيلز. اوكي هسه انا راح اختصر لكم الانجيوتنسين ريسبتر انزيم
موجود الاي سي اي موجود all over the body، لكن evidently هو وين موجود؟ موجود بال respiratory system، موجود بالكدني، موجود بالجاسترو انتستينال تراكت، موجود بالاندوكراين، موجود بالكارديوفاسكولار، موجود بالبرين. ليش؟ لان هذا الايفكت اوف انجيوتنسين رنين الدوستيرون سيستم افكت اول ذا بادي، اول ذا بادي. فبما انه افكت اول ذا بادي سو كان افكت اني بارت، لكن الفيروس شلون ينقل؟ ينقل عن طريق الاير دروبليت. فاذا هو اول فيكتيم للفيروس هو الريسبيراتوري سيستم، لكن ممكن يصيب الجاسترو انتستينال، ممكن يصيب الكارديوفاسكولار، ممكن يصيب الكيدنيز، ممكن يصيب البرين، ممكن يصيب الهارت. يعني احنا عندنا كيس ماسيف بريكارديال فيوجن، ورا ما دخلناها مستشفى وسوينا لها بريكارديوسنتيسيس، سحبنا البريكارديال فلويد، طلعت كوفيد بعدين. والكوز اوف بريكارديال فيوجن از ذا كوفيد. في حين الليتريتشرز بالبدايه كانت تقول انه لا ما ينصاب البلورا والبريكارديا والبريتانيا، بات وي بروفد ات انفكت بريكارديا. وطبعا هاي بدنا نسجلها هاي الكيس. اذا الكوفيد كان انفولف اني بارت بي اي سي اي. ليش هو يا بالريسبيراتوري سيستم؟ بيكوز ترانسميتد ثرو ذا اير دروبليت. اذا اول ضحيه هو الريسبيراتوري سيستم، اكثر سيستم انفولف هو الريسبيراتوري سيستم. Once the corona reach respiratory system, it will attach to the ciliated epithelial cells اللي هي موجودة بالنوز، بالنيزوفارينكس، بالماوث، بالتونسل، anywhere in the body. من يصير attachment؟ راح يصير attachment through spike protein and hemagglutinin esterase glycoprotein اللي شفتوها هذيك الخضراء والحمراء، وglycoprotein M it will attach to respiratory cells. هنا راح يصير interaction بين ال ACE receptor والspike protein، بحيث راح يصير interaction، والinteraction راح يصير fusion. يعني ال bilipid layer of the virus will interact with the respiratory cells in the upper respiratory system بحيث يصير fusion. من يصير fusion يدخل inside the cell الكابسيد اللي يحتوي على single stranded RNA والانزيمز، وهذا الانزيمز راح يحول الدي ان اي مال الريسبيراتوري سيلز الى ار ان ايز، ويحول البروتين انسايد ذا ريسبيراتوري سيلز، البروتينز راح يحولها الى فايرال انزيمز، وكل ار ان اي راح ياخذ فايرال انزيم راح ياخذ شويه من الليبيد سيل، ومنها راح تتكون فيريونز. اذا احنا راح يطب لنا فيروس واحد انسايد نيموسايت، ايش راح يطلع لنا؟ مئات الفيروسز اوف كورونا فيروسز. وبعدين الكورونا فيروس تطلع وتصيب كل، احنا طبلنا فيروس واحد تحررت 700 فيروس، 700 فيروس راح تصيب 700 خليه، كل فيروس هم راح ينتج 700. بعدين ما تشوف خلال 1 ويك بسرعه هو راح يوصل الى البرونكيال سيلز، وبعدين راح يوصل الى البولمونري سيلز، وراح يصيب التايب 2 نيموسايت. من صاب التايب 2 نيموسايت راح يسوي ابوبتوسيس، وبعدين لقناه هو ده يصيب الفيروس، الفيروس يصيب الفيسل فراح يسوي فاسكولايتس، واذا سوى فاسكولايتس راح يصير ثرومبوسيس بالفيسل، فراح يصير اند اورجان انفاكشن اوف ذا بالمونري سيلز. يعني احنا من يصير فاسكولايتس راح يصير ثرومبوسيس، فش راح يصير باللنج اللي سبلايد باي ذات فيسل؟ راح يصير بي انفاركشن، ومن عندها راح يصير عندنا انفلاميشن، ابوبتوسيس، انفاكشن. اذا راح يصير لانج دامج، والمريض بروجريس تو ذا ريسبيراتوري فيلير. This is the pathophysiology and pathobiology of the corona infection. ممكن it infect the gastrointestinal tract، لذلك يجي المريض vomiting and diarrhea. ممكن infect the heart, ممكن infect the brain,
ممكن infect the kidneys. So the presentation will be differ according to organs involved. هاي النقطة واضحة يا شباب؟ واضحة؟ نعم دكتور واضح. أحد عنده سؤال؟ لأن هذا الباثوبيولوجي مهم تفهمه. Next. Okay, next. Now, what are the clinical features? يعتمد على الستيج مال الكوفيد 19. Incubation period from 2 to 14 days. Usually 5 days. يعني معظم الكيسز اللي احنا شفناها، طبعا احنا شفنا الاف الكيسز من الكورونا فيروس ثرو بانديميك، يعني هاي السنتين ونص اللي مرت علينا تعادل كل السنين اللي مرت، من شفنا من مآسي من قساوة، يعني مثلا كانوا الناس اللي ما عندهم فلوس وكانت الأبرة مال لاكتمرا 800 دولار واحنا ننطيهم أبرتين وهو راتبه 500,000، فإذا ما ياخذها هي ويل داي، فيضطر يجيبها. إلى مين ندبر الفرش فروزن بلازما بالبداية، إلى الأنتي فيرال اللي كان فيري إكسبنسيف بالبداية، إلى المورتاليتي ريت العالية بالبداية كان أجريسيف ديزيز خاصة بالألفا والدلتا تايب. إذا كانت قاسية والمرضى يعني إحنا أول ساعة ترست المستشفى، أول ساعة عندنا 100 سرير بالباطنية ترست، وبعد عندنا بالطوارئ 600 مريض وين نروح بيهم؟ فكنا دايخين وذولا هايلي انفكشياس، يعني ذول المرضى مو تقول مثلا هم ستابلايزد، هايلي انفكشياس، هايلي انفكشياس تو اذر بيبل وهايلي انفكشياس تو ميديكال ستاف. لذلك كانت ايام صعبه، الحمد لله عدت بسلام. اذا الانكيوبيشن بيريود فروم 2 تو 14 دايز، ميديان 5 دايز. معظم المرضى احنا اللي شفناهم فروم 5 تو 7 دايز تظهر السيمتومز. The presentation تتقسم according to stage. Either carrier يعني المريض كل شيء ما بي. يسوي له PCR يطلع COVID-19. Afebrile, no upper respiratory, no lower respiratory, no another symptoms. فإذا هذا إيش راح نقول عليه؟ راح نقول عليه هذا carrier state. هذا كان مختلف فيه. قبل بالبداية إحنا كنا نحجرهم على اعتبار إنه they might get they cause infection. لكن بعدين لقينا انه ذولا نان انفكشيوس، لكن احنا حقيقه بقينا ناخذ بريكوشن، يعني نقول له انت البس كمامه من ولا تاكل ويا العائله، لا تختلط ويا عائلتك الى ان انت تصير بي سي ار نيجاتيف. اذا هذا الستيج 1 كارير. ستيج 2 هو مايلد اللي راح يجي فيفر اريثرالجيا مايالجيا constitutional symptoms of viral infection with nasal discharge. Moderate اللي هو involve the lower respiratory system سواء bronchi, bronchitis, tracheitis, mild pneumonia, bronchopneumonia. لكن ال inflammatory markers هسه راح نحكي عليها، ال inflammatory markers والoxygen saturation is normal، يعني نقيس by pulse oximeter راح نلقي الـ SbO2 أكثر أو يساوي 94-95%. إذن هذا إيش راح نقول عليه؟ moderate. لكن عنده fever, constitutional symptom, runny nose, cough, sneezing. الـ oxygen saturation normal. And inflammatory markers اللي هو C-reactive protein, serum ferritin, D-dimers all are normal. إذن هذا moderate. Severe type اللي هذا لا راح يصير نيمونيا with hypoxia، يعني من نقيس الأكسجين saturation by pulse oximeter الأكسجين saturation أقل من 92 إلى حد 85، وإذا نسوي له chest CT scan lung involvement أقل من 25%. هذا السيفير تايب. And life-threatening condition
اللي ذول عادة أكسجين ساتوريشن أقل من 85%، والريسبيراتوري ريت أكثر من 30%. السيفير تايب المايلد والمودريت هوم مانجمنت، الكارير مايلد مودريت هوم مانجمنت، السيفير هو ميديكال وورد مانجمنت، واللايف ثريتنينج يدخل بالانتنسيف كير مانجمنت. المورتاليتي ريت بالنسبه للميرس سيندروم اللي هذا يصير بالسعوديين 35%، وكانت هاي المشاكل انه احنا نخاف على الحجاج ليكون السعودي مصاب بالميرس ويجي للحج ويختلط ويا حجاجنا فيجيب لنا الميرس. و10% بالسارس 1، لكن حقيقه بالسارس 2 هي 3 to 5%. نيكست طه. What we will do investigation. بالبدايه راح نسوي كومبليت بلاد بيكتشر. ان كومبليت بلاد بيكتشر راح نلقي لمفوبينيا، لوكوبينيا، ثرومبوسايتوبينيا. اذا احنا من نلقي ثرومبوسايتوبينيا، لوكوبينيا او لمفوبينيا هذا راح suspicion of COVID-19، لان عاده بالفيرال انفكشن لمفوسايتوسيس. بالكورونا ايش راح يصير عندنا؟ لمفوبينيا. Inflammatory marker, which is LDH, lactate dehydrogenase, which indicates severity of disease. And serum ferritin. With D-dimer, اللي راح نشوف ايش قد بي الثرومبوسز صار due to vasculitis and the thrombosis also elevated. بعدين نسوي nasopharyngeal swab for PCR study. راح نشوفها positive or negative. If it is positive, the PCR channel sensitivity 70 to 80%، يعني 30% عندنا false negative PCR. إذا إحنا لقينا positive PCR. وعالجناه للمريض وطاب، ممكن اذا نسوي له نيزو فرنجيال سواب ورا ما يطيب يطلع بوزيتيف. ليش؟ لان هذا ديد فيروس، الديد فيروس ممكن يبقى البوزيتيف في سي ار فور 3 مانس. لذلك هوايه من المرضى يقول انا طبت من كورونا اسوي بي سي ار راح الكي بوزيتيف. واتس ذا كوز؟ ليش؟ لان هذا ديد فيروس، والديد فيروس لكن باقي السيكونسنج مال ار ان اي، فمن الدرسة بالبي سي ار it will be became positive. Next طه. هاي chest x-ray of COVID-19. شوفوا الانفولفمنت، هو اللون الطبيعي هو الاسود، لكن هذا شوفوا الجراي هو الكوفيد 19 اللي هو سب بلورا و peripherally extend centrally. Next. شوفوا هذا السي تي سكان. ال COVID-19 involvement it is peripheral. Extend centrally. Next. هذا typical feature of COVID. Immunological assay راح ندرس الـ IgG والـ IgM. الـ IgM for acute infection ويبدي يصير positive after 4 to 7 days. من يطلع الـ IgG IgM indicate acute infection وبدأت الـ antibodies تصير، لكن الـ IgG يصير positive after 10 to 14 days، وهذا after 10 to 14 days معناه بدأ الـ eradication of the virus. إذا الـ IgM صار نيجاتيف والـ IgG عالي، إذا صار الـ cure of the patient. بس يبدي الـ IgM بدأت الـ antibodies تصير، وإذا صعد الـ IgG ونزل الـ IgM معناه a cure of the patient. Next. Treatment. Carrier, no need for a treatment, only follow up. For mild, moderate
اذا نشوف هم هاي ريسك اوف انفكشيوس ديزيز نقدر نعالجهم سيمتوماتيك، واذا لقناهم هاي ريسك اوف انفكشيوس ديزيز راح نعطيهم انتي فايرال ثيرابي. بالسيفير واللايف ثريتنينج لازم نبدي انتي فايرال ثيرابي، وراح نبدي ايذر ريميديسفير، وهذا اف دي اي ابروفد معترف به بكل العالم. نعطي لودنج دوز اول يوم 200 ملغ انفيوجن، بعدين 100 ملغ ديلي فور 5 تو 10 دايز. بعدين الريميديسفير اجانا متاخر، فاضطرينا نستخدم الفافيبرافير اللي هو مشهور بالعراقيين والروسي، هو بالحقيقه اليابانيين اكتشفوه، والفافيبرافير هو كان فور انفلونزا فيروس اللي هي السواين وال بارد انفلونزا اللي هي الانفلونزا الموسميه، لكن بعدين لقينا يشتغل على الكوفيد، فبدينا نستخدم لودنج دوز 1600 ملي جرام 12 اورلي، بين 600 ملي جرام 12 اورلي فور 7 تو 10 دايز، ولقناه فيري افكتيف في المايلد والمودريت. بالسيفير تقريبا 85% الريسبونس ريت. حاليا طلع دواء جديد اللي هو المونوبيرافير 8 ملي جرام اورالي 5 دايز 12 اورلي، كان يوز فور مودريت سيفير اند لايف ثريتنينج كونديشن. اذا لقنا الدي دايمر اليفيتد راح نستخدم الانتي ثرومبوتيك ثيرابي نيكست طاها، ايذر انوكسيبارين اللي هو الجلكسان، اذا اكثر من 1000 راح نستخدم 6000 يونت توايس ديلي، واذا اقل من 1000 الدي دايمر راح نستخدم 400 توايس ديلي، واذا لو ننطي لو دوز، وهذا نمنع بالفاسكولايتس والثرومبوسيس. وبعدين اذا يحتاج لونج تيرم بقى الدي دايمر عالي راح ننطي الريفاروكسيمان اللي هو زارلتو 10 تو 20 ملغ ديلي، وهذا لقناه فيري افكتيف فور تريتمنت اوف فاسكولايتس بالكوفيد. اذا طب المريض بالريسبيرتوري فيلير وي ويل يوز ستيرويد اللي هو الدكساميثازون 6 ملغ فور 3 تو 5 دايز، او بريدنيزولون 40 ملغ ديلي. طبعا سبورتيف ثيرابي نيكست طاها اللي هو الفيتامين دي، فيتامين سي اند زنك، هذا على مود يزيد الاميونيتي، والفيتامين دي 1000 يونت ديلي، فيتامين سي 500 تو 1000 ملغ ديلي، والزنك 50 ملغ ديلي. ان كيس اوف هايبوكسيا راح نستخدم اوكسجين، واذا ما استفادنا الاوكسجين راح نستخدم نون انفيزيف فنتليتر اللي هو السيباب، واذا ما ارتفع الاكسجين راح نستخدم الاندوتريكيال انتوبيشن. طبعا احنا كلش نكره الاندوتريكيال انتوبيشن لان المورتاليتي ريت بي فيري هاي. راح نقيس البروكالسيتونين، اذا عالي معناه سكندري بكتيريال انفكشن، وعاده تجي البكتيريا فروم اورال اور نيزال كافيتي، وراح يصير عندنا سكندري بكتيريال انتي انفكشن، فراح نستخدم الانتي بايوتكس. All patients should be good isolation capability، يعني احنا لازم نسوي isolation بذيك الدلتا، كنا نخلي الايزوليشن till cure 2 days after cure، لكن الاوميكرون هسه الايزوليشن ماله 5 days. لازم نحتاج education for healthcare awareness خاصة للهيلثكير اللي هم الأطباء والأطباء الأسنان والصيادلة والمكادر التمريضي والكادر الإداري بالمراكز الصحية والمستشفيات، لأن هم direct contact with the patient. إذن إحنا لازم نسوي good healthcare awareness about outbreak and epidemic and isolation with the protection capabilities. Next طه. Prevention. طبعا vaccination. بالبداية كان no vaccine، لكن بعدين اجى vaccination، هاي اول ما صارت بالبداية، ولازم احنا نسوي good education. وطبعا الانيمال prevention هذا مستحيل، انا كطيور مهاجرة هاي شلون تمنعها خفافيش مهاجرة، انيمال gastro enteritis تشمدريك، يعني مثلا بزازين تفتر بالبيت وتصير ماشيه بالحقول، هاي شو راح تمنعها؟ It is so difficult. لكن الادوكيشن هو الكورنر ستون ويا الفاكسينيشن. Next. هاي طريقه غسل الايد.
القبلطاها، هاي الستبس مال غسل الايد، هاي الطريقة مال التعقيم الصحيحة ولبس الكمامة الصحيحة بهاي الطريقة. ما تسمعون حكي بالمقلوب الكمامة، هذا مو صحيح. نيكست. الفاكسينيشن، طبعا عندنا فايزر فاكسين، موديرنا فاكسين، وهذا يعتمد على نيو تكنولوجي اللي يستخدم ام ار ان اي، وهذا عادة كنا ننطي تو دوزز موديرنا وتو دوزز فاكسين، او الاسترازينيكا اللي يعتمد على الادينو فايروس، فارغ الادينو فايروس بداخله السبايك مال الكوفيد، والادينو فايروس هو كونكميتنت وذ كورونا، او كيلد فاكسين مثل التشاينيز اللي احنا هذا نسميه. طبعا التشاينيز فاكسين خمس انواع، لكن احنا راح نعتمد على اللي هو الموست كومن اللي هو كيلد فاكسين، وهذا كنا ننطي تو دوزز، بعد يعني اثنين صيني اللي هو التشاينيز، وبعدين ننطي واحد فايزر او اثنين موديرنا، واحد فايزر او اثنين استرازينيكا، بعدين واحد فايزر، هذا ينطي جود بروتكشن. نيكست. هاي الريكومنديشن المهمه. واخرا هو الاوميكرون، هاي حكيناها ضمن المحاضره. الاوميكرون اللي هو سمبل فيروس اللي هسه بالوقت الحاضر موجود. This is all about coronavirus. أحد عنده سؤال يا شباب؟ أي تفضل. أي تفضل. لان لقينا الكوفيد فيروس ديستراكت ذا فيروس، ولهذا هو يشبه الاتش اي في. الاتش اي في هم يسوي لمفوبينيا، لان ديستراكت سي دي 4 لمفوسايت، هو والاتش اي في يشاركون بهاي الصفه. بعد شنو السؤال همام الثاني؟ يس. انتيبايوتيك لا تنطيها ابد unless there is bacterial infection. اذا تنطي انتيبايوتيك راح يطلع عندنا الفانجل انفكشن. هلا وهما. بعد من عنده سؤال يا شباب؟ دكتور بالنسبه للدراجز، انتي فايرال دراجز، يس، الدوز والتايم اوف ادمنستريشن مطلوب نحفظها لو بس الاسم؟ لا كلها مطلوبه اسامه. نعم تمام دكتور، ان شاء الله. بعد من عنده سؤال؟ هاي ايش عجب انتم هاي الدراجز تعلمتوا عليها، لان كلكم انصابيتوا كوفيد، اذا مو انتم عوائلكم، فكلكم شفتوا المانجمنت. بعد من عنده سؤال يا شباب؟ طه. دكتور اذا اجى بيشنت مثلا عنده كورونا فايروس ونفس الوقت كان عنده مثلا خلينا نقول تي بي، يعني صرنا انطي انتيبايوتيك لو لا؟ لا احنا لازم تنطي بوث انتي تي بي وكوفيد فيروس. صارت ويانا هاي، يعني انا هو شفت كيسين بروسيلا وكورونا، اعطيتهم انتي بروسيلا وانتي كورونا، وكانوا مرضى على انتي تي بي وصاروا كورونا، اعطيناهم الانتي كوفيد وذ انتي تي بي. هو دكتور عمي صار فانطاه الدكتور فانطاه الانتي فايرال، ونفس الحاله هو كان عنده اندوكاردايتس، عنده ماي كارديتس هيك، فعمك انطى سترايكزون، فانا الصراحه شفت هو عنده كورونا ليش ما نطي مضاد حيوي، فظلت ببالي. لا لازم تنطي اثنينهم، لان الانتي كوفيد ما راح يشتغل على التي بي، ولا يشتغل على الاندوكارديتس، ولا يشتغل على ال البروسيلا، فلازم ننطي سبيسيفيك انتي بايوتيك وياها انتي كوفيد. هلا وليد، هلا. من بعد عنده سؤال؟ ريفان بي سي همام المن، تنطي فول انتي تي بي اي ان اتش ريفان بي سي باريزينامايد وايثان بيوتول وذ ريمديزفير وجلكسان وكليتها. اليوم انا كان عندي مريضه طايبه من كوفيد وطلعت وراها تي بي. ان شاء الله.
خوش أسئلة، هاي أسئلة حلوة عشتيتكم. بعد منو عنده سؤال؟ يعني هيك أسئلة، يعني أشوف المرحلة نشطة. إيه بلال تفضل. دكتور اقدر اعرف اكو علاقة بين الاي سي ان انهبيتر والكورونا فايروس؟ هاي صار بيها دراسة عميقة. عافية بلال، هذا خوش سؤال. بالبداية جربوها الصينيين، كانوا يستنطون أول ما صار بوهان، نطوا الأي سي إي، يعني كانوا يريد يسدون البلوك الأي سي إي، لكن بعدين اكتشفوا إنه الفيروس بعد دخل، شنو فائدة الأي سي إي؟ فلقوا ما كوريليشن. خوش تفكير هذا، عافية بلال. بعد تمام. العفو طه. طه، انا بالنسبه لي كملت وياكم.